قايمين بها على أساس أن الدولة لابد من إعادة رسم الخريطة وتغيير موازين القوى وإعادة ترتيب الأولويات بالنسبة لهذا الشباب وإعطائهم هذه الفرص وانخراطهم بشكل جدي ومباشر، لأن عندنا كفاءات، عندنا يعني واحد البوتنسيال اللي ربما لا يوجد في بلد آخر، لا يوجد في وطن آخر، ولكن موجود عندنا في المغرب ولا بد أننا نعتمد عليه، خاصة وحنا دائما تنقل على أن الشباب هو عنوان النجاح، الشباب هو عنوان الأمل، الشباب عنده واحد القدرة، عنده واحد الإمكانات اللي ربما ما بقاتش عندي أنا وما بقاتش عند الناس اللي هما في السن ديالي واللي هما في لا جينيراسيون ديالي. إذا نخليو الشباب أنهم هما ياخذوا المشعل وأنهم هما يزيدوا بينا القدام. وشكرا على استماعكم. شكرا جزيلا أستاذتي فاطمة على هذا الكلام الطيب، وأنت ما زلت شابة صراحة، أفكارك نيرة ونستفيد منكم طبعا، وما نحن إلا على خطى دربكم إن شاء الله. شكرا لك جزيلا أستاذتي الكريمة. أحيل الكلمة الآن لنجلاء أرقيبي وبعدها يوسف عاطف. تفضلي نجلاء أرقيبي. بداية أحب أن أحيي المجلس الثقافي البريطاني ومؤسسة ألانيندا لتوفيرها هذه الفرصة لنا نحن كشباب هذا الوطن لنعبر عن رأينا بكل صراحة ومصداقية. لا يمكننا أن ننكر أن في خضم هذه الأزمة الحالية انكشفت أخلاق مجتمعنا، وأيضا بينا للعالم أنه بتضامننا واتحادنا سنخرج إن شاء الله أقوياء فخورين بمبادرات شبابنا الذين أبانوا وأثبتوا قدراتهم، أثبتوا لنا قدراتهم كما أشرتم سابقا. لذا لا أجد أن هناك داعي لأعيد ما قيل سابقا، لذا سأنتقل مباشرة إلى مداخلة الأستاذة ابتسام الزاوي والتي قالت بأن الدولة سوف تعيد ترتيب أولوياتها بعد هذه الفترة أو في هذه الفترة. نتمنى ذلك، إننا فعلا نتمنى ذلك، لأن التعليم والصحة يعتبر من الأولويات القصوى التي يجب أن تكون لدى أي دولة إذا أرادت أن تكون دولة ناجحة، دولة التي فعلا قائمة بذاتها وقائمة بشبابها وبأفرادها ومجتمعها، لأن الصحة والتعليم هم أساس المجتمع وهم أساس الدولة. أما فيما يخص رقية أشمال، كما قالت أن في هذه الفترة ستتم إعادة تجديد الثقة بين الشباب والدولة، سأوجه لك سؤال: ما الذي قامت به الدولة لتستحق تجديد الثقة بينها وبين الشباب؟ كل ما تقوم به الدولة الآن هو فقط من واجبها، وما يقوم به الشباب الآن كما قال السيد إبراهيم سابقا هو مجرد رد فعل. لذا لا نضمن بعد مرور هذه الأزمة أن فعلا سوف تتجدد الثقة بين الشباب والدولة إلا إذا أثبتت الدولة أنها تسعى لذلك وحاولت له واستغلت هذه الفرصة لتثبت للشباب أنها فعلا ترغب في تجديد الثقة بينها وبينهم. هذا فيما يخص تجديد الثقة بين الشباب والدولة. أما في مداخلة سيد عادل الذي أشار إلى أن بعض الشباب قاموا بمجموعة من المبادرات لنقل بأنها تمت بدون وعي، بدون تخطيط سابق، لكن ما سأقوله هو أنه رغم عدم تأطير هؤلاء الشباب وتوعيتهم، لأن كما نعلم أن هذه الأزمة جاءت بشكل مباغت وغير متوقع إلى أنهم أثبتوا جدارتهم، لكن ما أسألك إياه أنكم أنتم بدوركم كمجتمع مدني ماذا فعلتم لتصحيح هذه الأخطاء التي وقع فيها الشباب؟ فنحن في هذه الأزمة لسنا في موقع المتفرج، يجب أن هناك رد فعل فوري تجاه
فيها أي تصرف خاطئ لا سواء من الشباب أو من أطراف أخرى من المجتمع قد تؤدي إلى نتائج عكس شبابنا أو تؤدي مجتمعنا في هذه الأزمة. وبهذا أنهي مداخلتي وأشكركم على الاستماع، وأتمنى أن أسمع إجابات الأشخاص الذين أشرت إليهم، وشكرا. شكرا أستاذة ثريا. شكرا جزيلا نجلاء على هذه الأسئلة. أعطي الكلمة الآن ليوسف عاطف، تفضل. السلام عليكم. كنبغي نشكركم كل باسمه وصفته، هذا سعيد التواجد معكم في هذا اللقاء التواصلي الغني والممتع صراحه حول الشباب، يعني واحد الموضوع اللي كيهمنا كاملين. انا غنحاول نكون غنختصر في الاسئله وغنوجه الى مباشره. اول سؤال للاستاذ ابتسام الزاوي، بفضلكم نائبه برلمانيه بمجلس النواب، يعني تحدثتوا على الاولويات اللي خاصهم يكونوا من بعد جائحه كورونا، واش عندكم اقتراحات للحلول او لا ربما مخططات لمواجهه هذه مخلفات كورونا، يعني خصوصا صفوف الشباب، بحيث كاين الثلث ديال ساكنات المغرب على حسب الاحصائيات الاخيره، ام انه يعني من بعد هذه الجائحه هذه غيكون فقط واحد الاستبدال ديال البيدجيه ديال بلاطا، يعني غنعطيو نزيدو في البيدجيه ديال الصحه والبيدجيه ديال التعليم ونقولوا فوالا راه درنا واحد العمل اللي هو قيم. السؤال الموالي للاستاذ ابتسام شخصانيت، ما سمعت يعني الحديث على برنامج دعم وتمويل المقاولات ودعم الشباب اللي هو انطلاقه يعني من بعد كورونا، واش غيبقى في المسار ديالو، يعني غيبقى ساري المفعول، ام انه من بعد هذه الجائحه هذه يقدر يتبدل هذا البروغرام هذا، او لا داك البيدجي اللي كنخصص ليه غنعطيوه الاولويات اخرى اللي تقاس باب هذه الجائحه هذه. الأستاذة رقية أشمال، تحدثتم على إعادة الثقة بين الشباب والدولة بالمؤسسة ديالها، شيء اللي زوين بزاف وإيجابي وما نطمح إليه صراحة، ولكن إلى أي حد أستاذة رقية هذه الثقة واش غتعطينا مثلا الانخراط ديال الشباب في العمل السياسي وفي السياسة بصفة عامة، أم أنه سيكمل ما كان عليه قبل هذه الجائحة هذه، وفقط غتكون هذه الجائحة يعني حدث اللي ربما وقع وعطانا واحد الشعله ولكن انطفأت بسهوله من بعد المرور ديال هذا المشكل هذا. كذلك السؤال الموالي للاستاذ عادل بن قاسم، اللي تحدثت على الوعي ديال الشباب، اسمح لي ان اقول بان كرأي شخصي يعني الشباب لا زال قدامه واحد شوط واسع وكبير خصوصا في هذا المجال ديال الوعي، بحيث الان الى خرجتي للشارع كتلقى الامن يعني في المواجهه بالموازاه مع الصحه والاعلام وما الى ذلك، يعني كتلقى الامن هو اللي كيواجه هذه الجائحه هذه باش يرجع الشباب ربما للمنازل ديالهم ويقول لهم فوالا راه كاين مشكل في الشارع، يعني كنلقاو بان النسبه الكبيره اللي كتجول الان في الشوارع المغربيه هم شباب، اليس هذا مشكل في حد ذاته قبل ان نتحدث عن الاولويات وعن كل ما قيل. هذه هما الاسئله اللي عندي، نتمنى انني نلقى اجوبه ولو مختصره. في الاخير كنعاود نشكركم واشدد على التوصيه اللي قال السيد محمد مصباح، انه جاء الوقت باش نعطيو الكلمه للشباب ونزيدوا التواصل مع الشباب. ان شاء الله قال تعالى إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. السلام عليكم ورحمة الله. شكرا يوسف على هذه الأسئلة. نمر إلى سؤال فاطمة الزهراء الطويل، مرحبا بسؤالك إن كنت تسمعيننا. إذا نمر إلى سؤال خديجة قمغار، ريثما تلتحق بنا فاطمة الزهراء، تفضلي خديجة. يبدو أن خديجة لا تسمعنا كذلك.
إذن مرحبا بتدخلاتكم وأسئلتكم، من يريد أن يتدخل فليرفع يده ثم سأخذ منكم مداخلاتكم. مرحبا. شكرا إبراهيم. إذن نتيح الكلمة لخديجة قمغار، كانت تريد الحديث قبيل قليل برفع اليد. تفضلي خديجة إن كنت تسمعيننا. كان سمعكم. مرحبا. مسموع. نعم. مساء الخير، تحية للجميع. كنحييكم على هذا النقاش الفعال اللي يعني جاء في الوقت ديالو، فأكيد يعني هذه الجائحة وهذا الخطر اللي جا كيهدد العالم كامل ماشي غير المغرب كدولة، اللي خلانا أننا نعودوا نرتبوا الأولويات ونعودوا نفكروا في بزاف ديال الحوايج. وكنقول أن فيروس كورونا يقدر يكون عنده إيجابيات كثيرة بزاف، منها أنه إحنا كمغاربة ولينا كنفتخروا يعني بالمغربية ديالنا، خصوصا أنه يعني مجموعة ديال الإجراءات اللي اتخذتها الدولة المغربية مقارنة مع دول أخرى اللي كتدعي الديمقراطية وشحال من حاجة، فيعني غادي تكون واحد الفرصة ديال أنه يكون واحد الصلح بين الشباب وبين الدولة وكذلك كل مكونات سياسية. فأكيد يعني نتمنى أنه يكون دائما إشراك للشباب، حيتاش عندنا طاقات وعندنا بزاف ما نعطيو، ولكن ما كتكونش الفرصة، ودائما يعني الدور ديال الشباب كيكون فقط على الهامش، يعني ما كنحاولوش أننا نعرفو شنو هما الطموحات ديالهم ولا أشنو بغاو وبزاف ديال الحوايج. وهذه هي المداخلة ديالي. شكرا. شكرا خديجة على هذه المداخلة. هل من مداخلة أو سؤال من قبل خريجي صوت شباب المتوسط؟ حسناً، إن لم يكن أي سؤال نمر الآن إلى الإجابة عن الأسئلة، ثم بعد ذلك بإمكاننا أن نفتح نقاشاً آخر بتدوين أسئلة جديدة. مرحباً بالأسئلة ومرحباً بالأجوبة التي سيدلي بها الضيوف المتدخلون. نبدأ بسيدة ابتسام عزاوي، نائبة برلمانية بمجلس النواب. تفضلي سيدتي، أجوبتك في دقيقتين لو سمحتين، لك الكلمة الآن. شكرا، سأحاول التركيز لأن دقيقتين توجه لي بزاف ديال الأسئلة، نحاول نكون. شكرا سيدتي على كرمك. نعطي دي ريبونس. شكرا. بالنسبة للمسألة، لأن هذه ثارت واحد الجدل كبير في الصحافة ولا في وسائل التواصل الاجتماعي، أن قال لك جميع الأحزاب رفضت انها ترفع الميزانيه ديال الصحه وترفع الميزانيه ديال التعليم، وان نائبين يعني هما اللي كانت عندهم الشجاعه. هذه كنعتبرها شعبويه وشعبويه فقط، لان المساله واضحه. اليوم المغرب كيخصص 30% من البيدجي ديالو جلوبال، من الميزانيه ديالو جلوبال، للتعليم والصحه. كنخصوا في الميزانيه ديال 2020 72 مليار درهم للتعليم و 18.6 مليار درهم للصحة. هذه ماشي ميزانية هينة، لأن شنو هي الميزانية؟ شنو هو احنا ملي كنناقشوا مشروع قانون المالية كل سنة، واللي هو أهم تمرين وأهم يعني فترة في العمل التشريعي وفي السنة التشريعية بالنسبة لنا كان هو برلمانيين، شنو كنديروا في هذا قانون المالية؟ هو أن كيكون عندنا موارد ديال الدولة محدودة، وكنشوفوا هذه الموارد كيفاش غادي نقسموها على مختلف القطاعات الوزاريه وعلى مختلف يعني القطاعات اللي عندها الاولويه. وهنا بغيت نرجع لواحد المساله اخرى، هو انه الاولويات دائما كانت معروفه، ما كنختلفوش ان دائما الصحه والتعليم، هذا ما زعما من العباس نقولوا كلام اخر، ولكن داخل ملي كنقولوا التعليم شنو كنقصدوا بالتعليم بالضبط؟ شنو هما لي زوبجيكتيف اللي كنحددوهم وفق اي مقاربه؟ هنا فين كاين المجال ديال الاشتغال ومجال ديال الاجتهاد ومجال اللي فيه اختلاف كبير لا بيننا احنا كفاعلين سياسيين عندنا يعني لا 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 يعني محاور نظر مختلفة. وثم هذه للأسف هذه القطاعات ديال الصحة والتعليم واللي هي قطاعات أساسية دائما كانت مرتبطة بهذا السيكل إلكتورال والسيكل ديال تعاقب الحكومات. كتجي حكومة كتجي كتقول لك عرفتي شنو، أنا غادي نبدا غادي نفتح واحد الحوار سنتين ديال الحوار مشينا، ثم غادي نعد استراتيجية عامين وثلاث سنين ديال الاستراتيجية.
كيسالي الزمن الحكومي وهي مازال ما بداتش في البدايه او يلا في البدايه كتجي حكومه ثانيه وكتعاود نفس المساله. هاد القطاعات هذه اليوم خاصها تكون خارج هاد الزمن وهاد التعاقب ديال الحكومات وهاد التعاقب ديال الانتخابات، وهذا هو ضمن المقترحات العمليه اللي تقدمنا بها في المساهمه ديالنا امام اللجنه المكلفه باعداد نموذج تنموي، ان هذه قطاعات ما خصهاش تبقى ما فيهاش، هذه خيارات وطنيه. حنا كمغاربه، حنا كشعب كبلد، شنو بغينا نديرو في التعليم، شنو بغينا نديرو في الصحه، انديبوندامون بكل من سيتعاقب. هذه خيارات استراتيجيه على مستوى عالي. ثم يعني هذيك المساله ديال البيجي هذيك شعبويه فقط، لانه كان من غير الممكن اطلاقا الرفع اكثر الميزانيه ديال الصحه والميزانيه ديال التعليم. انا كنقول انها 30% اليوم كتاخذ من الميزانيه العامه، هذيك يعني للاسف مزايدات. واتاسف ان مواضيع اساسيه يعني كندخلوا في هذه المساله ديال المزايدات الى غير ذلك. المجلس الاستشاري اكيد هو ضروره، وان كان طموحنا يعني كشباب اولا وكفاعلين سياسيين وملي اشتغلنا يعني على النص التشريعي، كان عن طموحنا اننا نفتحوا له يعني مساحات اكبر للاشتغال، يعني القانون اللي تم الانتاج ديالو قانون مهم، لكن كان عندنا طموح اننا نرفعوا له يعني من المساحه ديال الامكانيات للاشتغال ديالو. فالقانون اليوم حنا يعني ادينا الواجب ديالنا كان هو برلمانيين، القانون خرج صوتنا عليه، كاين هنالك يعني الاشخاص المكلفين يعني باعداد اقتراحات لا على مستوى رئاسه مجلس النواب او مجلس المستشارين، فاعتقد انهم يعني الان توصلوا بعدد من السيفيهات وعدد من المقترحات. لا ادري يعني اكثر من هذا المستوى يعني اين وصل الامر، واتفق انه ضروره واننا نحن في حاجه لهذا المجلس الاستشاري. سؤال اخر حول صندوق الكوارث، واللي هو الاسم ديالو بالضبط هو صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثيه. هذا الصندوق هذا تم إحداثه في نوفمبر 2019 السنة الماضية، وتم الابتداء بالعمل به في يناير من هذه السنة. كيفاش كان مولو هذا الصندوق؟ عن طريق التأمينات. إلى عندك سيارة في سنة 2020 نهار كتمشي كتغنو في لاسيغونس فواتور ديال كتخلص تقريبا كنظن واحد 200 درهم اوبليغاتوار، سي اون غارونتي اوبليغاتوار لا بوليس داسيغونس ديالك، كتولي واحد اللي كتخلصها في إطار داك التأمين الإجباري على السيارة، وهي اللي كتمول هذا الصندوق. اليوم باش نتكلموا على حصيلة هذا الصندوق، سي اون كورتو، لان كيف قلت انه تحدث في يناير، يعني ان على طول السنه هذاك لا فلوت ديالنا ديال السيارات الوطنيه، يعني على طول السنه فيما غادي يمشيو يعني ملي كيوصل الاجل ديال اداء ولا اعاده جديد بديك بوليصه التامين كيتخلص، يعني فهو الصندوق يلاه السنه الاولى ديالو يلاه ساير انه تيعمر. وانا متفقه مع اللي طرح السؤال ان هذا الصندوق ايضا المداخل ديالو يجب ان توجه الى المعالجه التداعيات ديال 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 كورونا. اليوم المساله باش نرجع للمساله ديال الاولويات معروفه الان، اللي خاصنا نعرفوا هما شنو هما الاهداف اللي كنخصوها، واعاده النظر في واحد الورش اللي مهم جدا هو ورش الحكامه لا غوفيرنانس. ممكن يكون عندي ان بودجي اكس وندير به قد هكا ديال النتائج، ممكن بنفس البيجي ندير نتائج اكثر يعني بواحد اذا كانت واحد المنظومه ديال الحكامه اكبر، وباقرار واحد المبادئ اللي كثير كنتكلموا عليها ولكن كان ربما كيتفعل منها القليل، وهو ربط المسؤوليه بالمحاسبه، هو اعاده النظر ايضا في نوعيه النخب اللي عندنا. كنتمنى ان البرلمان المقبل يكون برلمان يعني نزيدوا نرفعوا في المستوى. اليوم عندنا 100 امي في